صار ب 840 صح؟ اي 840. شلون اوفرا ما عندهم باليت بهالسعر؟ خلني اقول لك، هذا الباليت عبارة عن وشو، كل منتج الحالة لو تشترين الحالة، يعني هم قصدهم ان لو تشترين كل واحد الحالة يوصل 800 وشوي، بس هم كل فترة مثلا ينزلون شيء يصير سعره، يعني هذا زي عرض مسوي لك، حاطين كل الاشياء باقل من نص السعر. هذه هي الفكره. انا ما شاء الله بالي طويل مره، خليني اوريكم، احب اشرح، استاذه يضحكون علي. هذا مثلا الهايلايت الحاله، اوكي، هذا بكم؟ ب 155، اللي هو مثلا نفرض انه هو هذا، طيب احسبي 155. يلا الحين بنشوف الهايلايت الثاني، هذا بكم؟ نفس السعر، بس تخيلوا الحين سعر اضاءتين هذولي سعر هذا الباليت كله، فهمتوا؟ انا مو قصدي انهم اساسا بس، يعني قصدي لما تشترين كل واحد لحالك الحاله توري. طيب نجي الحين عند الشادو حق الحواجب. الشادو حواجب كم؟ الشادو هذا تقول هذا بس الواحد، ها وريني، خلينا نوريهم اياه، ب 62 ريال، اللي هو هذا جولد رش سولد اوت ب 62. الحين هذا البلاشر، هذا هو كم؟ ب 81 ريال، هذا بس البلاشر. حلو، نجي عند لساني البنانة، طلعي لي البنانة، هذه ب 81. الحين عند البنانة باودر اللي هي هذا، هي سعرها بكم؟ 70 ريال، يعني أنا الحين وصلت 800 ريال. حلو، كم شفت الشادو الذهبي اللي دائما أصور لكم إياه، أقول لكم أحلى لون درجة ذهبي، وكنتوا تشترونها الحالة، هذا هو، وينه؟ هذا هو موجود، هذه الألوان كلها جديدة، بست سيلر، اللي هو اللؤلؤي على وردي والذهبي والنحاسي، حاطين لكم اياها، المات حاطينهم، حاطين هذه الاضاءه الجديده، هذا اللي كنت اقول لكم عنه لون انتقالي للجفن، وكنتوا تشترون الحاله وبنات دورتي تشترون الحاله، محطوط البلاشر، محطوط الباودر حق الحواجب، بنانا، يعني بتاع كله، شادو، بلاشرات، كونتور، برونزر، بودرة حواجب، هايلايت، وتستخدمينها شادو، ترى أنا هذول استخدمهم شادو أساساً، يعني كأنك ست كامل ما أخذته بعلبة واحدة، تبين تغيرينه بعدين تأخذين العلبة الحالة تفتحينها وتسوين تعبئة مرة ثانية. وعليكم ألف عافية، ومتأكدة متأكدة متأكدة يومين ثلاثة مخلص، وقولوا وعد ما قالت.